هل على الفتاة التي تعيش برعاية والديها وقد بلغت سن الرشد أو زادت 24 سنة، هل عليها زيارة المريض كالجار أو أحد الأقارب؟ وهل عليها صلة رحمها؟ مع العلم أن والدها يكره خروجها من المنزل خوفا عليها من المفاسد، ومع العلم أن خروجها يكون بإذن والدتها ووالدها غائب عن البيت، هل تأثم إذا لم تقم بتلك الزيارات خوفا من غضب والدها؟ نرجو الإفادة والتوضيح، جزاكم الله خيرا. زيارة الأقارب وزيارة الجيران والإخوة المسلمين لا شك أنها أمر طيب ومرغب فيه، ولكن بالنسبة للشابة التي يخشى عليها من الفتنة وليس من عادتها أن تبرز، فهذه لا تخرج من البيت، وهذه تسمى الخفرة، تسمى غير البرزة، لأنها يخشى منها الفتنة، لأن زيارتها لأقاربها أو لجيرانها أمر مستحب، وأما خروجها مع الفتنة فهو محرم، فهي لا ترتكب محرما من أجل أداء مستحب، لأن المفسدة هنا أرجح من المصلحة. الحاصل أن هذا تراعى فيه المصالح والمفاسد والمضار والمنافع، فإذا لم يترتب على خروجها فتنة فإنها تخرج وتزور أقاربها وتزور جيرانها، أما إذا كان يترتب على خروجها فتنة أو معصية لوالدها وإغضاب له فإنها تبقى في بيتها. جزاكم الله خيرا.